أختار لجديدي أغنية تموت فيني من كلمات مرهف الحس وألحان حبيب الياسي وتوزيع نجوان طلال. هذه أغنية جديدة بتكون عبارة عن انطلاقتي مع شركة H Production، يعني اللي حبيت من خلالها تكون الانطلاقة شبابية. إن شاء الله بتنال إعجابكم. ستايل الأغنية ستايل جديد، ستايل إيقاع الهوا بتركيبة ثانية، مسوين أكثر من إيقاع طبعا بالأغنية، ومسوين أكثر من حركة بالأغنية، حتشوفوها وتسمعوها إن شاء الله. أول تعامل وياها إن شاء الله، وإن شاء الله نتوفق سويه. إحنا في حضرة H Production، الأخ حبيب الياسي والأخ علي الياسي والصوت الجميل إيمان، حقيقة صوت جميل وعمل جميل، وإن شاء الله من لكم التوفيق جميعاً.